ثانية واحدة، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو، ايه يا رانيا؟ ايه يا فوزي، مفاجأة. خير؟ اصل ابن طنطلولة طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحة الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حتة، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر، هوديك. حاضر، هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص، وتعزمنا على حاجه ساقعه، وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. ايه يا سونيا، انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص. احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك، فهمنا؟ ايه القرف ده؟